موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي العنة منكم، وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. قال ابن جرير رحمه الله في قوله تعالى فإذا أحصن، اختلفت القراء في قراءة ذلك، فقرأه بعضهم فإذا أحصن بمعنى إذا أسلمنا فصرنا ممنوعات الفروج من الحرام بالإسلام، وقرأه آخرون فإذا أحصن بمعنى فإذا تزوجنا فصرنا ممنوعات الفروج من الحرام بالأزواج. بل القراءة الأولى فإذا أحصن هي بنفس معنى الثانية، إذا أحصن أحصنت نفسها بالتزوج، فهي لما صارت ذات زوج صارت محصنة، أي محصنة نفسها بالتزويج. وكذلك في القراءة الثانية فإذا أحصن إذا زوجنا فصرنا محصنات. لماذا؟ لأن الآية الأولى أول الآية من فتياتكم مؤمنات، فلا يصلح أن يشترط الإيمان في أول الآية ثم يقال فإذا أحصن فإذا أسلمنا، هي أصلا مسلمة، يعني هذا ليس هو السياق العربي المعتاد أن تقول لرجل لا يأتيني إلا مسلم، فإذا جاء فأسلم فأعطيه كذا، ما هو أصلا كان مسلم. قال أبو جعفر والصواب من القول في ذلك عندي أنهما قراءتان معروفتان مستفيضتان في أمصار الإسلام، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب في قراءة الصواب. وهذا كلام سديد، لكن الخلاف في أنه فسر أحصنا بمعنى أسلمنا، وهذا ليس ظاهرا. قال فإن ظن أن ما قلنا في ذلك غير جائز، إذ كانتا مختلفتي المعنى، وإنما تجوز القراءة بالوجهين فيما اتفقت عليه المعاني، فقد أغفل، وذلك أن معنيي ذلك وإن اختلفا فغير دافع أحدهما صاحبه، يعني اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، بمعنى أن ليس أحدهما مناقض للآخر، لأن الله قد أوجب على الأمة ذات الإسلام وغير ذات الإسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحد، فقال صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد، فليجلدها كتاب الله ولا يثرب عليها، ثم إن عادت فليضربها كتاب الله ولا يثرب عليها، ثم إن عادت فليضربها كتاب الله، هو في صحيح مسلم فليضربها الحد ولا يثرب عليها، يعني لا يقبح ولا يعني يلوم، لأن الحد كاف، التثريب في هذه الحالة يزيد في الهزيمة النفسية أمام الذنب. قال ثم إن زنت الرابعة فليضربها كتاب الله وليبيعها ولو بحبل من شعر،
وقال صلى الله عليه وسلم: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. فلم يخصص بذلك ذات زوج منهن ولا غير ذات زوج، فالحدود واجبة على موالي الإماء إقامتها عليهن إذا فجرن بكتاب الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. عايز يقول إن تفسيرها على إذا تزوجنا فإذا أحصننا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات، عايز يقول إن كده تبقى الآية دالة على وجوب إقامة الحد على ذات الزوج فقط، والسنة أتت بأن إقامة الحد على ذات الزوج وغير ذات الزوج. فكيف ذلك؟ هنقول أصلا هتبقى يعني يبقى تعارض بين المفهوم والمنطوق، وهذا لا تعارض فيه لأن المنطوق مقدم. يعني أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم، أحصن أو لم يحصن، أحصن أو لم يحصن، هذا عام. فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة قد يفهم منه مفهوم المخلفة إذا لم تحصن فليس عليها حد. وبعدين لو اتعرض مفهوم مع منطوق يبقى العمل بالإيه؟ بالمنطوق، لأن يمكن أن يكون قال فإذا أحصن تزوجنا فعلي فأتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، وأن هذا في الحقيقة يعني لن يتغير بزواجها. هذا فرق بين الأمة والحرة في عقوبة الزنا، أنها إذا كانت قبل أن تتزوج إذا زنت جلدت 50 جلدة، فإذا أحصنت فعليها نفس الحد، يعني إنها لن يتضاعف عليها الحد أو لن يتغير، كما لو أن الحرة إذا زنت وهي بكر جلدت 100، فإذا أحصنت فتزوجت وصارت ثيبا فزنت فعليها الرجم، عليها جلد 100 الرجم. الغرض المقصود أن الآية نزلت في بيان أن الإماء لسنا كذلك، بل مطلقا عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، وطالما أن الرجم لا يتنصف فلم يفهم من ذلك إلا ما في كتاب الله المقروء، وهو الجلد الذي يتنصف هو الجلد وليس الرجم، لأنه لا يوجد نصف رجم. فإذا الآية في نصف الجلد وهو الذي في كتاب الله. بنقول المقروء ليه؟ لأن الشيخ والشيخة إذا زنيا البتة فارجمهما، إذا زنيا فارجمهما البتة، هذا في كتاب الله ليس المقروء، أي في شرع الله في التلاوة المنسوخة. واجبة الحكم بالإجماع في هذا الموضوع في أمر الرجم، ولكن ليس من كتاب الله المقروء. قال: فإن قال قائل: فما أنت قائل فيما حدثكم به ابن بشار بالسند عن أبي هريرة وزيد بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة تزني ولم تحصن، قال: اجلدها، فإن زنت فاجلدها، فإن زنت فاجلدها، فإن زنت فقال في الثالثة أو الرابعة: فبيعها ولو بضفير. الضفير الشعر، يعني حبل مثلا، يبيعها بأي تمن، إنه واضح إن البيئة التي وجدت فيها تسهل لها أمر الزنا، فلا بد أن تنتقل إلى بيت جديد لعل أن يكون هناك فيه عفتها. عن أبي هريرة وزيد بن خالد من إثلا فقال: فقد بين أن الحد الذي وجبت إقامته بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإماء هو ما كان قبل إحصانهن، فأما ما وجب من ذلك عليهن بالكتاب فبعد إحصانهن. قيل له: قد بينا أن أحد معاني الإحصان الإسلام، وأن الآخر منه التزويج، وأن الإحصان كلمة تشتمل على معان شتى، وليس في رواية من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الأمة
تزني قبل أن تحصن، بيان أن التي سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم هي التي تزني قبل التزويج، فيكون ذلك حجة لمحتج في أن الإحصان الذي سن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد الإماء في الزنا هو الإسلام دون التزويج، ولا أنه هو التزويج دون الإسلام. وإذ كان لا بيان في ذلك فالصواب من القول أن كل مملوكة زنت فواجب على مولاها إقامة الحد عليها، متزوجة كانت أو غير متزوجة لظاهر كتاب الله والثابت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو لا يصلح أن نحمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم على غير البيان. هو بيقول كده أن الحديث ده مجمل، ما بينش أن قصدهم إذا أحصن تزوجنا ولا إذا أسلمنا. لا، لا يصلح ذلك. القرآن والسنة إذا كان في موضع البيان لا بد أن يحمل على بيان وليس على إجمال، ببيانه مباشرة أو بالسياق أو بدليل من الخارج. فبنقول إن ظاهر السؤال إن هو سئل عن أما تزني قبل أن تحصن، سألوا لي لأن ممكن لما تكون الآية نزلت فإذا أحصن يوم البعض يفهم إن غير المحصنة لها حكم إيه؟ حكم تاني، فسألوا عشان كده وليس لأجل أن الأمر ليس فيه بيان. هم إذا تزوجت الأمة وجب فزنت فوجب عليها إقامة الحد. يوم واحد يسأل طب وإذا لم تتزوج؟ يبقى الحديث فإذا سئل عن الأمة تزني قبل أن تحصن معناه قولا واحدا هو إيه؟ يعني القول يعني احتمال الراجح بتاعه هو البيان أنها قبل أن تتزوج. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن حكمها قبل الزواج مثل بعد الزواج، حكم الإماء في تنصيف الحد ليس مختلفا قبل التزويج ولا بعد التزويج. قال يقول فواجب أن كل مملوكة، فالصواب من القول أن كل مملوكة زنت فواجب على مولاها إقامة الحد عليها، متزوجة كانت أو غير متزوجة لظاهر كتاب الله والثابت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا من أخرجه من وجوب الحد عليه منهن بما يجب التسليم له. هو في حد أخرجه الحد الشرع عن إقامة الحد الذي لا التي لا تدري ما الزنا، الجاهلة تعاقب ولكن لا يقام عليها الحد. المتأول والمتأولة كالذي زنى بجارية امرأته وهو جاهل فأمر عمر رضي الله فجلده عمر 100 ومحى سهمه من المسلمين ولم يرجمه لأجل جهله، فعاقبه ولكن لم يعاقبه عقوبة الرجم. فإذا كان الأمر ده المتصور في ذلك. وطئ بشبهة، تزوج بدون ولي، تزوج نكاح المتعة في بلد انتشر فيه ذلك فكان شبهة. قال وإذا كان ذلك كذلك تبين صحة ما اخترنا من القراءة فإذا في قول فإذا أحصن. هو على فكرة الأمر ده لا يتغير، يعني لأن التفسيرين لابد أن يحمل على الوجهين على القراءتين، يعني هيفسرها على القراءة دي أو القراءة دي، هو القراءتين بمعنى واحد، كما بين هو قبل ذلك في قراءة محصنات ومحصنات غير مسافحات، وبين الاثنين بمعنى واحد. قال فإن ظن أن في قول الله عز وجل تعالى ذكره ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، دلالة على أن قوله فإذا أحصن معناه تزوجن، إذ كان ذكر ذلك بعد وصفهن بالإيمان، ده اللي احنا قلنا بالنص، من فتياتكم بقوله من فتياتكم المؤمنات، وحاسب أن ذلك لا يحتمل معنى
غير معنى التزويج، وده الصح مع ما تقدم ذلك من وصفهن بالإيمان، فقد ظن خطأ، وذلك أنه غير مستحيل في الكلام أن يكون معنى ذلك: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات فإذا هن آمنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فيكون الخبر بيانا عما يجب عليهن من الحد إذا أتينا بفاحشة بعد إيمانهن، بعد البيان عما لا يجوز لناكحن من المؤمنين من نكاحهن، وعمن يجوز نكاحه له منهن. بنقول ده لو كان غير مستحيل صحيح، لكنه خلاف الظاهر، ليس هذا هو المعتاد في لغة العرب، ليس هذا هو الاستعمال الأكثر، أن أقول أن أشترط وصفا ثم أعود فأقول فإذا فعل ذلك الوصف كان حكمه كذا، هو اشترط من البداية، فهذا خلاف الظاهر. ما هو بيقول إذا أحصننا بمعنى إذا أسلمنا، ده اللي بيفسره. ها؟ لا، ما هي إذا زوجت خلاص بقى الأمل كافرة، لا يجوز إنها تتجوز. يجوز الأمل كافرة يزوجها كافر. يعني هل إذا عنده أمة نصرانية وعنده عبد نصراني أو يهودي ينفع يجوزهم من بعض؟ ينفع يجوزهم من بعض. ولو طب لو زنوا يقيم عليهم الحد. هو ما يجوزش إن الحر يتزوج إيه؟ أمة، إلا أمة مؤمنة ولم يجد طولا أن ينكح الحرائر وخشي العنة على نفسه. فهذه الشروط كلها، ولا بد أن يكون بإذن أهلهن، ولا بد أن يكون بصداق. هذه شروط الزواج كما دلت عليه الآية. لكن لا يمنع أن أمة كافرة يتزوجها إيه؟ كافر. وذكرنا الخلاف في مسألة وطئ الأمة الكافرة بملك غير الكتابية بملك اليمين. قال: فإذا كان ذلك غير مستحيل في الكلام، هو غير مستحيل لكن غير ظاهر، فغير جائز لأحد صرف معناه إلى أنه التزويج دون الإسلام من أجل ما تقدم من وصف الله إياهن بالإيمان. هو الصحيح إنه طالما القراءة الثانية اللي هي أحصن ليس لها إلا معنى التزويج، يبقى الثانية بمعناها فإذا أحصن. قال: غير أن الذي نختار لمن قرأ محصنات غير مسافحات بفتح الصاد أن يقرأ فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة، يعني إذا أحصن بضم الألف، ولمن قرأ محصنات أن يقرأ فإذا أحصن، لتأتلف قراءة القارئ على معنى واحد وسياق واحد. مع أنه هو لما جه اتكلم في محصنات ومحصنات حملها على معنى العفة في الموضعين وبقرينة غير مسافحات، وقال إنها محصنة بزوجها وأحصنت نفسها فهي محصنة، فهي محصنة، وهي محصنة فقد أحصنت بالزواج. خلاصة ما نرجح في تفسير هذه الآية: فإذا أحصنا إذا تزوجنا وكنا مؤمنات فوقعت في الزنا فعليها نصف ما على المحصنات من العذاب. وقد اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك نظير اختلاف القراءة في قراءته. قال بعضهم: معنى قولي فإذا أحصنا فإذا أسلمنا، عن ابن مسعود قال: إسلامها إحصانها. عن النعمان بن عبد الله بن مقرن سأل عبد الله بن مسعود قال: أمتي زنت، فقال: اجلدها 50 جلدة. قال: إنها لم تحصن. قال ابن مسعود: إحصانها إسلامها. هو نفس الكلام هيتقال، هنقول له إذا لم تكن مسلمة، كانت يهودية أو نصرانية أو غير ذلك،
وجب أن يقام عليها الحد. فقد جلد النبي صلى الله عليه وسلم، رجم النبي صلى الله عليه وسلم اليهوديين اللذين زنيا، فدل ذلك على أن من كان تحت يده كفار فلا بد وأن يقيم فيهم حدود الله. والسيد يقوم مقام الحاكم في ملك يمينه في إقامة الحدود. عن النعمان أنه قال قلت لابن مسعود أمتي زنت؟ قال اجلدها. قلت فإنها لم تحصن؟ قال احصنوها إسلامها. ده عن ابن مسعود. عن الشعبي أنه تلا هذه الآية فإذا أحصننا، يقول إذا أسلمنا. عن إبراهيم كان يقول فإذا أحصننا، يقول إذا أسلمنا. عن الشعبي قال الإحصان الإسلام. عن الزهري قال جلد عمر رضي الله عنه ولائد أبكارا من ولائد الإمارة في الزنا. عن السدي فإذا أحصننا إذا أسلمنا. قال سالم والقاسم إحصانها إسلامها وعفافها في قول فإذا أحصن. وقال آخرون معنى قوله فإذا أحصن فإذا تزوجنا. عن ابن عباس قوله فإذا أحصن إذا تزوجنا حرا، هو في الحقيقة إذا تزوجت عموما، ولكن هو ذكر حرا ليه؟ لأن ده السياق الذي ذكرت فيه الآيات. عن ابن عباس كان يقرأ فإذا أحصن يقول تزوجنا. عن مجاهد قال إحصان الأمة أن ينكحها الحر، وإحصان العبد أن ينكح الحرة. عن سعيد بن جبير يقول لا تضرب الأمة إذا زنت ما لم تتزوج. نقول ده خلاف ظاهر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إقامة الحدود على ما ملكت أيمانكم أحصن أو لم يحصن. عن الحسن فإذا أحصن قال أحصنت أحصنتهن البعولة. عن قتادة إذا أحصن قال أحصنتهن البعولة. عن الشعبي أن ابن عباس أخبر أنه أصاب جارية له قد كانت زنت وقال أحصنتها، يعني هو الظاهر أنه وطأها يعني أعفها. قال أبو جعفر هذا التأويل على قراءة من قرأ فإذا أحصن بضم الألف، على تأويل من قرأ فإذا أحصن بفتحها، فقد بينا الصواب من القول والقراءة في ذلك عندنا. الصحيح من الآية أن الأمة إذا تزوجت، وإذا لم تتزوج بنص السنة، إذا تزوجت بنص القرآن وجب عليها الحد، فإذا لم تتزوج فقد دلت السنة على إقامة على وجوب إقامة الحد. حد الإماء وحد العبيد هو النصف 50 جلدة، هو النصف 50 جلدة. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.